And that's why I don't understand why there is always this. عاجل، الفيفا تدخل على الخط وتصفع الجزائر بسبب ما فعله لسيدات الجيش الملكي المغربي اليوم في مقر تدريباته بالجزائر. لن تصدق ماذا حصل. ولكن قبل البدء، إذا كنت فخور بسيدات المنتخب المغربي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطر فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد المباراة المثيرة للجدل بين نادي الجيش الملكي المغربي للسيدات ضد نظيرها أقبو الجزائري، والتي انتهت بفوز سيدات المغرب برباعية نظيفة على سيدات الجزائر في أرضهم وعلى ملعبهم، فقد نقلت شبكة أفريكا سبورت أنه خلال استعداد المنتخب المغربي النسوي صباح اليوم لمباراته الهامة أمام النادي التونسي للسيدات، فقد سمح المسؤولين الجزائريين المختصين بحماية ملعب المنتخب المغربي للسيدات بفتحه للكلاب من أجل تخويف لاعبات المنتخب المغربي أثناء التدريبات، مما اضطر المدير الفني للمنتخب المغربي للسيدات محمد علي إلى إنهاء التدريب فورا خوفا على لاعبات المنتخب المغربي الذي دخل الرعب في أنفسهم بسبب هذا المشهد المؤسف. فقد دخل على الخط رئيس الفيفا جياني إنفانتينو وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة أفريكا سبورت منذ قليل وقال: نحن نتابع ما يحدث لنادي الجيش الملكي المغربي النسوي خلال فترة إقامته بالجزائر. المنتخب المغربي النسوي يتعرض لمناوشات في الجزائر بعد فوزه على أقبو الجزائري برباعية، ويجب علينا حمايته قبل فوات الأوان، ونحن طالبنا من الكاف والسلطات الجزائرية بحماية ملعب المباراة ب3000 شرطي من أجل منع أي اعتداء على لاعبات المنتخب المغربي مثل ما حدث مع لاعبي نهضة بركان سابقا. فبعد هذه الواقعة سنطالب الكاف بإصدار العقوبات اللازمة على الاتحاد الجزائري لكرة القدم لكي تكون عبرة لغيرها. وفي النهاية شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم جديدنا.